خير دعاء ان شاء الله. بارك الله لكم وبارك عليكم وجعلكم في خير. الله اكبر. كما بينت لنا هذه التجربه يا طلاب فانه يمكننا جنات عدن مفتحه لهم الابواب. يا مسلم واخذل وتمنى امسك بمفاتيح الجنه فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنه فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنه يا مسلم اقبل وتمنى امسك بمفاتيح الجنه واسمع لحروف من نور صيغت في رد منشور من اي كتاب مسطور وحديث من هدي السنه واسمع لحروف من نور صيغت في رد منشور من اي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة وحديث من هدي السنة يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما عد الله عز وجل فيها، وذكرنا نماذج بطولية لأقوام بذلوا في سبيل الوصول إلى تلك الجنة ما بذلوا من أموالهم وأوقاتهم وخبراتهم، بل ومن أرواحهم وأولادهم، فارقوا لأجل الوصول إليها اللذات وناهضوا الملذات، ولا زالوا بعد ذلك يعملون حتى قبضهم الله عز وجل إليه وهو راض عنهم. لعلي في هذه الحلقة أقف إن شئتم فسموها ذكريات تاب، وإن شئتم فسموها هي بطولات حكاها رجل بعدما كبر سنه ورق عظمه واحتودب ظهره واقتربت منيته وكف بصره. ذلكم هو كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال كعب رضي الله تعالى عنه: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، قال: فلما كانت غزوة تبوك، وكانت حين طابت الثمار وطابت الظلال، وكانت مع عدو عنيد شديد صاحب قوة وعتاد، وهم الروم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتالا كثيرا، وكان من بين ما نزل بينه وبينهم في تبوك وإن كان لم يشهد هناك قتالا. قال كعب: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إلى تبوك، وكان عندي مال حاضر، وكنت في جدة، يعني كنت غنيا ولم أكن ذا حاجة ولا عندي فاقة. قال: فخرجت إلى السوق لأشتري شيئا من الزاد والراحلة، فانشغلت ببعض شأني، فقلت في نفسي: غدا آتي إلى السوق ثم أكمل شراء المتاع. قال: فلما جئت من غد إلى السوق أردت أن أشتري، فانشغلت علي في بعض أموري، ثم قلت: آتي إلى السوق من غد. قال: فلم أزل في كل يوم أقول غدا غدا، حتى أصبحت يوما فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة وتخلفت في المدينة، فقلت في نفسي: أتجهز ثم ألحق به صلى الله عليه وسلم. قال: فيا ليتني فعلت. قال: ما زلت كل يوم أقول غدا أرحل غدا أرحل وغدا ألحق أو بعده ألحق. قال: حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع المسافات وأنا متخلف في المدينة. قال رضي الله تعالى عنه: أخذت أطوف في أسواق المدينة، فكان يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مطموسا عليه بالنفاق، يعني رجل أصلا هو منافق ومشهور عند الناس بنفاقه. قال: أو أرى رجلا ممن عذره الله تعالى، إما رجلا أعمى، أو أرى رجلا أشل، أو رجلا أعرج، أو نحو ذلك. قال رضي الله عنه: ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فبينما هو جالس صلى الله عليه وسلم في تبوك، إذ التفت إلى بعض أصحابه ثم قال: ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني جلس يريد الراحة والزينة في الثياب والطعام واللباس، والنظر في عطفيه يعني الكبر يا رسول الله عن أن يخرج معنا. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أو غيره: قال: بئس والله ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: يا رسول الله،
ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وأكمل طريقه ولم يشهد قتالا كثيرا. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال كعب: فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد أقبل راجعا إلى المدينة حضرني همي وغمي، وقلت في نفسي: بماذا أخرج من غضبه وسخطه إذا وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ قال: وأخذت أستعين بكل ذي رأي من أهلي، يسأل زوجته: ما رأيك؟ ها ماذا تقولين؟ بماذا تشيرين؟ كيف أعتذر إليه؟ يسأل بعض أقاربه: بماذا أعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألني: لماذا تخلفت عنا في تبوك وقعدت عن القتال في سبيل الله؟ قال: فكان كل واحد يعطيني عذرا أعتذر به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل إلى المدينة، ثم جاء إلى المسجد فجلس فيه، وبدأ أولئك المخلفون يأتون إليه، وكانوا أكثر من 80 رجلا، أكثرهم أو جلهم من المنافقين، أقبلوا كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون. هذا يقول: يا رسول الله، زوجتي مريضة ولم أستطع الخروج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك، اذهب. يستغفر له. يقول الثاني: يا رسول الله، أنا كنت مريضا وجلست مريضا أسبوعا أو أسبوعين ولم أستطع الخروج معكم. يقول له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك، اذهب. فكان صلى الله عليه وسلم يرضى بظواهرهم. إذا جاءه رجل ظاهره أن عنده عذر ما كان يدقق معه ولا يشدد، إذا اعتذر بأي عذر كان يقول: قبلنا عذرك في ظاهرك ونكل سريرتك إلى الله تعالى. ثم دخل كعب بن مالك. قال كعب: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه وأولئك المخلفون يأتون إليه فيعتذرون، إذ أقبلت إليه أنا داخل. قال: فلما رآني صلى الله عليه وسلم مقبلا تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال. قال: فأقبلت حتى جلست إليه، فقال لي: ما خلفك؟ لماذا تخلفت؟ أنت تختلف عن غيرك، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما عندك دابة؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: إذا ما خلفك، لماذا جلست؟ ما خرجت للجهاد في سبيل الله؟ أنت رجل من خيار الصحابة، كيف تجلس مثل هؤلاء المنافقين؟ فقال كعب: يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من بين يديه بعذر. يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت يا رسول الله قد أحسن ولا أوجد ولا أصح ولا أقدر مني حين تخلفت عنك. ثم قال كعب: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين حوله ثم قال: أما هذا فقد صدقكم. هذا الرجل صدق معكم، أما هذا فقد صدقكم، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: فقمت من بين يديه صلى الله عليه وسلم وأنا والله لا أدري بما يقضي الله عز وجل فيه. قال: ثم لما خرجت من عنده صلى الله عليه وسلم ومضيت وخرجت من المسجد، تبعني رجال من قوم بني سلمة، قالوا: يا كعب، والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل اليوم، يعني أنت أمورك وسيرتك حسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعلم أنك قد أذنبت ذنبا قبل اليوم، أعجزت؟ أنت رجل شاعر، أعجزت أن تعتذر إليه بأي عذر كما اعتذر إليه المخلفون ثم يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر؟ قال كعب: فلم يزالوا يلومونني حتى هممت أن أرجع إليه صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، أن أرجع إليه وأقول: يا رسول الله، تذكرت، ترى كانت زوجتي مريضة، يا رسول الله، تذكرت، أولادي كانوا مرضى، أنا كنت غائبا، أنا كنت مريضا. يقول: هممت أن أرجع من كثرة ما لاموني وتكلموا معي وشددوا، هممت أن أرجع إليه صلى الله عليه وسلم وأن أخترع عذرا أكذب به إليه. لكني سألتهم، قلت لهم: هل وجد هذا الشيء أحد غيري؟ هل هناك أحد وقع في مثل هذا الموقف وقيل له ما قيل لي لم يقبل عذره؟ قالوا: نعم. قلت: من؟ قالوا: هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. قال: فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فقلت: لا والله، يكون حالك حالهما. ثم مضيت. مضى كعب رضي الله تعالى عنه إلى بيته وهو لا يدري ما يقضي الله تعالى فيه. قال: ثم مضى يوم أو يومان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا يكلمون ولا يجالسون. جعل كعب أيها الإخوة والأخوات